طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم اليوم عن شابتر 4. عنوان شابتر 4 Functional Anatomy of a Prokaryotic. Functional معناتها وظيفي، Anatomy يعني تشريح، يعني التشريح الوظيفي. Of a Prokaryotic للخلايا بدائية النواة، يعني التشريح الوظيفي للكائنات الحية اللي خلاياها بدائية النواة، خلاياها بدائية النواة. يعني لكل جزء من مكونات الخلايا البدائية النواة هنتكلم عنها. يعني الكائنات الحية اللي خلاياها بدائية النواة هنقوم بعملية تشريحها وتفصيلها بشكل مفصل. بروكاريوتك سيل، برو يعني بدائي، كاريوت معناتها خلية، بروكاريوتك سيلز خلايا بدائية النواة. Comparing prokaryotic and eukaryotic cells. الآن بدنا نعمل مقارنة ما بين خلايا بدائية النواة وخلايا حقيقية النواة. الخلايا بدائية النواة بشكل سريع، خلايا بدائية النواة فيها مادة نووية، والخلايا حقيقية النواة فيها مادة نووية. لكن في البروكاريوتك سيل، في خلايا بدائية النواة، بتكون المادة النووية سابحة في السيتوبلازم، بمعنى لا يوجد حدود لها، لا يوجد محتوى لها، لا يوجد إطار يجمع هذه المادة النووية في البروكاريوتك سيل. أما في الإيو معناتها حقيقية، إيو كاريوتك سيلز، فبنلاحظ أنه المادة النووية أو الدي أن إيه يتواجد داخل نواة. النواة هي عبارة عن غلاف في داخله موجود سائل، في هذا السائل تسبح مادة النووية أو الدي ان ايه. يبقى الايوكاريوتك سيلز عندها نواة، البروكاريوتك سيلز ما عندهاش نواة، لكن عندها مادة نووية تسبح في كل السيتوبلازم. أصل الكلمة بروكاريوتك، بروكاريوت جاي من وين؟ comes from the Greek words، جاي من الكلمات اللاتينية. برو معناتها بدائي، وكاريون معناتها نواة، كاريون معناتها نواة، بروكاريوتس يعني خلايا بدائية النواة. بالانجليزي بري نيوكلياس، بري نيوكلياس هي البروكاريوت، نفس المعنى، بري قبل يعني أو بدائي، نيوكلياس نواة. بري نيوكلياس هي يعادلها باللاتيني البروكاريوتس. ايوكاريوتس جاي من وين؟ من ايو معناتها ترو، حقيقي، كاريوس معناتها نواة، وهي حقيقية النواة. comes from the Greek words، جاي من الكلمات اللاتينية إيو حقيقي، وكاريوس معناتها نواة، يبقى إيو كاريوس حقيقية النواة. for true nucleus، true nucleus، nucleus نواة وترو حقيقي بالإنجليزي، يعني true nucleus يعني عندها نواة حقيقية. اللي عنده نواة حقيقية يعني عندها غلاف نووي في داخله، في مادة نووية فيها الدي ان ايه وفيها مادة سائلة. لكن البروكاريوس بدائية النواة عندها مادة نووية لكن لا تمتلك أي غلاف نووي يحيط بهذه المادة النووية، فمصير المادة النووية تسمح في كل مناطق السيتوبلازم في داخل الخلايا. بالمناسبة أمثلة على البروكاريوس اللي هي البكتيريا، عشان هيك احنا بدنا نتكلم عن البكتيريا. البكتيريا تتبع لمجموعة البروكاريوس، لمجموعة الكائنات الحية اللي خلاياها بدائية النواة، اللي خلاياها بدائية النواة. ايش في كمان غير البكتيريا؟ في كمان حاجة اسمها البلو جرين الجي، الطحالب الخضراء المزرقة، الطحالب الخضراء المزرقة او السيانو بكتيريا. يبقى في مجموعتين امثلة على بداية النواة، مجموعة البكتيريا ومجموعة بلو جرين الجي او الطحالب الخضراء المزرقة. بالمناسبة المادة النووية التي تتواجد في البكتيريا هي كروموزوم واحد، وان كروموزوم، وشكله حلقي، عشان هيك بسموه وان سيركولار كروموزوم او كروموزوم حلقي واحد. لكن في خلية الانسان مثلا، الانسان خلايا حقيقية النواة، عنده نواة حقيقية، يعني في عنده غلاف نووي في داخلها، في المادة النووية فيها الدي ان ايه، يتواجد في كل خلايا جسم الانسان، الخلايا الجسدية 46 كروموزوم.
يبقى داخل الخلية في 46 كروموزوم، مع الخلايا الجنسية فهي 23 كروموزوم، سواء كانت السبيرم الحيوان المنوي أو البويضة أوفم هذه تكون 23 كروموزوم، لكن الخلايا الجسدية في الإنسان 46 كروموزوم. أيضا في يعني خلينا نأخذ مثلا مثال على حشرة الدروسوفيلا ميلانوغاستر، مثلا حشرة ذبابة الفاكهة مش مطلوبة لكن عشان نستوعب، فيها 8 كروموزومات، 8 كروموزومات الخلية، لكن الخلية البكتيرية الوحدة فيها 1 كروموزوم. يبقى كم كروموزوم في داخل الخلية البكتيرية؟ كروموزوم 1. كم كروموزوم في داخل خلية الإنسان؟ 46 كروموزوم. كمان الموجود في داخل الخلية البكتيرية على شكل سيركولر، على شكل حلقي، عشان هيك بنسميه تمتلك الخلية البكتيرية 1 سيركولر كروموزوم أو كروموزوم حلقي واحد، بينما خلية الإنسان عنده 46 كروموزوم ملتفة حول بعضها على شكل دنس، تكون إيه كثيفة. جدول أمامنا بوضح مقارنة ما بين بروكاريوس والإيوكاريوس. البروكاريوس بدائية النواة أولا عندها 1 سيركولر كروموزوم، عندها كروموزوم حلقي واحد not in a membrane، وليس ولا يوجد له غلاف يحيط فيه، عشان هيك هي عندها البكتيريا أو البلو جرين ألجي اللي هما أمثلة على البروكاريوس بدائية النواة عندهم كروموزوم حلقي واحد وبيسبح في السيتوبلازم، ما فيش غشاء يحيط فيه من الأطراف. أما في حالة الإيوكاريوس حقيقية النواة فهو تتواجد على شكل paired chromosomes، كروموزومات مزدوجة، يعني مثلا كروموزوم رقم 22 في الإنسان مزدوج، كروموزوم رقم 1 مزدوج، يعني له قطعتين وبتصلوا مع بعض بمنطقة اسمها السنترومير، مش مطلوبة منكم لكن بدنا نعرف انه خلايا حقيقية النواة كروموزوماتها مزدوجة وتتواجد إن نيوكليار ممبرين، في داخل غلاف نووي اللي هو النواة. يبقى تحاط الكروموزومات المزدوجة في حالة الإيوكاريوس خلايا حقيقية النواة بغلاف اسمه غلاف نووي نيوكليار ممبرين. نقطة مهمة وفرق مهم بين البروكاريوس والإيوكاريوس، البروكاريوس في بداية النواة نو هيستون بروتين، لا تمتلك بروتين الهيستون، لا تمتلك بروتين الهيستون. شو بروتين الهيستون؟ هو البروتين اللي بيلتف عليه الكروموزوم، بيكون على شكل قطعتين بيلتف عليه الكروموزوم، ولما يخلص التفاف بده يرتبط، بيرتبط بواسطة بروتين الهيستون. هذا مش موجود في البروكاريوس، ليش؟ لأنه أصلا هو كروموزوم واحد وقصير وعلى شكل حلقي، ما فيش داعي يكون موجود عنده بروتين الهستون. لكن الايوكاريوتيك سيل الكروموزوم طويل جدا، لازم يلتف حول بروتين اسمه بروتين الهستون ويربط الربطة هذه بواسطة هستون بروتين. يبقى الخلايا حقيقية النواة عشان كروموزوماتها طويلة وبدها لف يعني، فبتتلك بروتين اسمه بروتين الهستون، لكن البروكاريوتيك سيل عندها خلقة هال كروموزوم الواحد 1 سيركولر كروموزوم، وبالتالي ما فيش داعي انه يلتف وما فيش داعي انه يتواجد عنده هيستون بروتين. الفرق الاخر نو اورجانيلز، كلمة اورجانيلز عضيات، تصغير عضو، عضو اورجان، اورجانيلز عضيات. لما نقول نو اورجانيلز يعني مش موجود عضيات. شو العضيات؟ العضيات هي المقصود بها الممبرين السيتوبلازميك اورجانيلز او العضيات الغشائيه السيتوبلازميه، يعني زي مثلا سمعتوا في الميتوكوندريا هذه عضيه، الميتوكوندريا عضيه، لو سمعتوا بالبلاستيدات الخضراء هذه عضيه، الاجسام جولجي عضيه، الليسوزوم عضيه، الشبكه الاندوبلازميه الاندوبلازميك ريتيكولوم عضيه، فهذه اسمها عضيات. هنا في حاله خلايا بدائيه النوازه البكتيريا والبلو جرين الجي لا تمتلك عضيات، يعني ما عندهاش البكتيريا ميتوكوندريا وما عندهاش ليسوزوم وما عندهاش سنتريول وما عندهاش بلاستيدات خضراء وما عندهاش سنتروزوم وما عندهاش اندوبلازميك ريتيكولوم، يعني كل العضيات هذه مش موجوده عندها. لكن في حاله خلايا حقيقيه النواه
تتواجد عند الميتوكوندريا، وتتواجد البلاستيدات، وتتواجد اللايسوزوم، يتواجد الشبكة الاندوبلازمية إلى آخره، وأجسام جولجي. فهذه عضيات موجودة في خلايا حقيقية النواة، مش موجودة في خلايا بدائية النواة. لو جينا نطلع على الخلية بداية النواة، خلايا بداية النواة تحاط الجدار الخلوي. الجدار الخلوي يتكون من مين؟ من مركب كيميائي اسمه بيبتيدو غلايكان. بيبتيدو غلايكان قدام حنتكلم عنه بالتفصيل وشو تركيبه. لكن في حالة الايوكاريوس تتكون بوليساكرايد سيل وولز، يعني جدران خلوية مكونة من عديد السكر. أعطيكم مثلا الجدار الخلوي في النبات يتكون من السلولوز عديد السكر. الجدار الخلوي في الفطريات مثلا يوكاريوس في الفطريات يتكون من الكيتين عديد السكر. مثلا في الطحالب الجدار الخلوي يتكون من السيليكا والسيليكا عديد السكر. لكن في البكتيريا يتكون الجدار الخلوي من بيبتيدو غلايكان، ومرت معنا لما تكلمنا عن صبغة جرام استين. نعم، بيبتيدو غلايكان من اسمه بيبتيدو يعني مادة بروتينية، وجلايكان مادة كربوهيدراتية، وكأنه مكون المركب البيبتيدو جلايكان من مكونين أساسيين اللي هم البيبتيد اللي هو البروتين، والجلايكان مادة الكربوهيدراتية، عشان هيك اسمه بيبتيدو جلايكان. طريقة الانقسام، الفرق الأخير، طريقة الانقسام في خلايا بدائية النواة عن طريق الباينر فيجن أو الانشطار الثنائي. إيش يعني الانشطار الثنائي؟ إنه كل خلية من خلايا البكتيريا مثلا تتكاثر بواسطة إنها تنقسم إلى خليتين، وكل خلية من هذه الخليتين تنضج إلى أن تصل إلى مرحلة النضوج، ثم تنقسم إلى خليتين وهكذا. يعني الخلية بتعطي 2، بعدين بيعطوا 2، بيعطوا 4، بعدين 4 بيعطوا 8، 8 بيعطوا 16، بعدين بيعطوا 32، 64، 128، 256، 512، 1024 وهكذا. يبقى بسموه انقسام أسي أو انقسام تضاعفي، exponential fission، انقسام أسي أو تضاعف. بينما الانقسام في خلايا حقيقية النواة عن طريق ميتوتيك سبندل أو تكوين المغزل، بمعنى أنه بيصير فيه تكوين السنتريول، وكل سنتريول كل جسم مركزي بيهاجر إلى أحد الأقطاب، ثم بيكون الخيوط البروتينية اللي اسمها المغزل السبندل، ثم بيصير فيه انعزال للكروموزومات المزدوجة، بيصير مفردة، وكل واحد من هذه الكروماتيدات بتطلع على جهة. بعد هيك بيصير فيه انقسام تخصر في السيتوبلازم، ثم انقسام بشكل نهائي. هذا بسموه الانقسام الاختزالي، الانقسام الميتوزي، انقسام الميتوزي اللي بيكون الميتوتيك سبندل. هذه أهم الفروقات ما بين خلايا فيها بروكاريوس، خلايا اللي هي تكون بداية النواة، الكائنات الحية تمتلك خلايا بداية النواة، وبين الكائنات الحية اللي بتكون خلاياها حقيقية النواة إيوكاريوس. لو جينا نطلع انه البكتيريا لها اشكال متعدده، من اشكالها انه حتكون كوكاي كرويه، اشكالها كرويه. من اشكالها تكون عصويه. من اشكالها تكون فايبريو ضميه، شكل ضمه كوماشيب. من اشكالها تكون سبايريلم حلزونيه او سبايروكيتس أكثر حلزونية، يعني أكثر التفاف. يعني سبايريلم إلها حلزون، تكون حلزون، لكن السبايروكيس بتكون إيش؟ أكثر لفات. خلينا نرجع في الأول. يبقى في أشكال البكتيريا مش كلهم شكل واحد، متعددة الأشكال. في بكتيريا مثلا الفلانية بتكون كوكاي، العلانية بتكون بس اللاي، الأخرى بتكون سبايرال. مش كلهم كروية، مش كلهم عصوية، حسب نوع البكتيريا. طب لو جينا نشوف هنا مثلا في الصورة هذه خلايا مفردة، خلايا بكتيرية كروية مفردة، كوكاي اسمها. طب هذه الخلايا أثناء الانقسام بضلهم متصلين مع بعض على شكل سلسلة
تشينز او على شكل مسبحة، عشان هيك بسموها في الترتيب، انا في الترتيب الخلايا ترتيبها على شكل مسبحة، لكن شكل الخلية نفسه كروي. هنا شكل الخلية كروي، لكن في الترتيب مفرد. هنا شكل الخلوي كروي، في الترتيب في سلاسل ان تشينز، عشان هيك بسموها ستريبتو كوكاي. كلمة ستريبتو يعني سلسلة، ستريبتو سلسلة، ستريبتو سلسلة يعني ان تشينز باللاتيني ستريبتو. طيب المثال الثالث، مثلا في عندي الخلية شكلها كروي واتصالها مع بعض بصير في ثنائيات ان بيرز، في ازواج، عشان هيك بسموه ديبلو كوكاي. ديبلو كوكاي، عشان ديبلو ثنائيات، كوكاي مكورات، وكانوا بيقول مكورات ثنائية. كلمة مكورات هي بتدل على الشكل على الشيب، وثنائية دل على الارنجمنت الترتيب. لما تكلمنا في السمبلستين بنستفيد من ثلاث اشياء اللي هو الشيب الشكل، السايز الحجم، والارنجمنت الترتيب. وهذا سؤال جايكم في الكويز للي بيحضروا المحاضرة، هذا اجاكم سؤال وهي جوابنا على سؤال. المثال الرابع لو احنا طلعنا هان بسموه هذه ايه شكل كروي، لكن الترتيب على شكل مكعب، يعني بتكون عندي واحدة تنتين ثلاثة اربعة، وتحتيهم واحدة اثنين ثلاثة اربعة، يعني ثمان خلايا بشكله مكعب، بسموها سارسينة، سارسينة او موجودة فيه على شكل مكعب. لو جينا نطلع على المثال الرابع انه الشكل كوكاي، الشيب كوكاي كروي، لكن الترتيب في رباعيات بسموها تترادز، تترادز انه في رباعيات. نجي للمثال الاخير اللي هو بسموها الاستافيلو كوكاي، الشكل كروي الشيب كوكاي، لكن الترتيب ان كلاسترز، في عناقيد تتواجد هذه الخلايا في عناقيد، في عناقيد ان كلاسترز، عشان هيك بسموها استافيلو كوكاي، استافيلو كوكاي. مر معنا هذا المثال لما قلت انا هذه البكتيريا المتواجده بشكل طبيعي على الجلد اسمها ستافيلوكوكس اورياس، اللي هي قلنا الجينس ستافيلوكوكس والسبيشيز اورياس. لما قلنا ستافيلوكوكس، كوكس يعني كروي، وستافيلو معناتها عنقوديه، يعني المكورات العنقوديه او الكرويات العنقوديه، يعني الكرويات تدل على الشكل والعنقوديه تدل على مين، على الارنجمنت او الترتيب. يبقى ستافيلوكوكس اورياس، استافيلو كوكس عرفنا، استافيلو كوكس المكورات العنقودية، أوريس إيش يعني؟ قلنا هو السبيشيز، ويبدأ بسمول لتر مرت معانا، وكلمة أوريس معناتها جولد بالإنجليزي يعني ذهب، عشان يسمونها المكورات العنقودية الذهبية من اسمها يعني. طيب نيجي نشوف مثلا في البسيلاي، بسيلاي معناتها عصوية، إن رودز بسيلاي باللاتيني، رودز بالإنجليزي عصي، فشكل الخلية البكتيرية بأخذ شكل إيه؟ عصوي بس اللاي، إما أن يكون مفرد وإما أن يكون في بشكل مزدوج، إن دبلو، إن دبلو، إيش يعني إن دبلو؟ دبلو يعني ثنائي، فهذه الحالة بنسميها دبلو بس اللاي، دبلو بس اللاي أو الثنائيات العصوية. في عندي الشكل الآخر فايبريو، فايبريو زي الفايبريو كوليرا، هذه خلايا كوما شيب، كوما يعني فاصلة أو واو، واو بالعربي، عشان هيك بسموها ضمية الشكل، شكل الضمة يعني، أو واوية الشكل اللي هو كوما شيب، كوما شيب. السبايرلم حلزونية الشكل، حلزونية، والسبايروكيس حلزونية، بس السبايروكيس لفاتها إيه أكتر، هنشوف. ايضا في عندي اشكال unusual shapes، اشكال غير معتادة، يعني الاغلبية بتكون كوكاي وباسيلاي، لكن الاقلية بتكون على شكل كوما وعلى شكل سبايريلام وعلى شكل سبايروكيس شديد التحلزن، لكن في اشكال نادرة جدا بسموه unusual shapes، زي مين؟ زي الستار شيب، الشكل النجمي، هذا الشكل، هاي تنتين، هاي خلية وهي خلية، كل واحدة بياخد شكل النجمة. مثال عليها استيلا، بكتيريا الاستيلا. في كمان سكوير شيب، شكل الخلايا، شكل الخلايا ايش؟ كروية الشكل، عفوا سكوير شيب شكلها مربعة الشكل، مربعة الشكل، هي سكوير شيب، سكوير شيب، سكوير شيب، يعني مربعة الشكل. ومثال على اسمها بكتيريا اسمها هالو أركولا، هالو
ار كل هذه البكتيريا على شكل مربع. صورة بتوضح ثلاث قوائم، قائمة بالبكتيريا الكروية، قائمة بالبكتيريا العصوية، وقائمة بالبكتيريا الحلزونية. خلينا ناخذ الأولى، قائمة اللي بتكون أو تتكون من البكتيريا الكروية. مثال عليها ديبلو الارنجمنت، ديبلو كوكاي، زي مين؟ زي بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيمونيا. ستريبتوكوكس نيمونيا، قلنا ستريبتوكوكس هذا الجينس ونيمونيا هذا السبيشيز. كلمة نيمونيا يا طلاب يا طالبات وين ما نشوفها هي اللي ايه بتسبب التهاب في الرئتين، نيمونيا. اي واحد عنده التهاب في الرئتين بقول نيمونيا، صح؟ لكن هذا الستريبتوكوكس نيمونيا يعني البكتيريا المسببة لالتهاب الرئتين اللي من نوع ستريبتوكوكاي. هذه البكتيريا شكلها كروي، هذه البكتيريا شكلها كروي، والارنجمنت تبعها ديبلو، عشان بنسميها ديبلو كوكاي. ديبلو كوكاي اللي تحتيها تكلمنا عنها قبل شوي، استافيلو كوكاي، مكورات عنقودية، ومثال عليها استافيلو كوكاس أوريس. استافيلو كوكاس أوريس المكورات العنقودية الذهبية. اللي فوق هذه ستريبتو كوكاس، ستريبتو كوكاس موجودة في سلاسل انتشينز أو بسموها المكورات العقدية، العقدية من عقد يعني، أو مكورات السبحية أو المسبحة يعني شكلها زي شكل المسبح بسموها ستريبتو كوكاس مكورات سبحية. مثال عليها ستريبتو كوكاس بيوجينز، ستريبتو كوكاس بيوجينز اللي بتسبب التهاب الحلق سور ثروت، بتسبب التهاب اللوزتين تونسلايتس اسمها ستريبتوكوكس بيوجينز. اللي تحتها زي ما احنا شايفين اللي في رباعيات اسمها تترادز، واللي تحتها موجودة في خلايا على شكل كروي لكن الارنجمنت تبعها في ثمانيات بسموها يعني سارساينا، سارساينا فينتري سيلاي، سرساينا فينتريسيلاي. هذه مثال، طبعا هذه وهذه مثالين ما لهمش أهمية طبية، بتواجدوا في الطبيعة بشكل طبيعي. الكولوم الثاني، القائمة أو العمود الثاني، رودز، رودز بالإنجليزي رودز، رودز يعني عصويات، باللاتيني باسيلاي، باسيلاي يعني عصوية. في عندي الستريبتو باسيلاي chains in bacilli، تتواجد الخلايا شكلها bacilli لكن الارنجمنت تبعها ستريبتو، فبنسميها ستريبتو bacilli chains in bacilli. مثال عليها bacillus anthracis، bacillus anthracis هذه البكتيريا، هذه البكتيريا bacillus anthracis من اسمها المسببة لمرض اسمه الانثراكس. مرض الانثراكس هو مرض الجمرة الخبيثة، مرض الجمرة الخبيثة. ليش قلنا سميناها الجمرة؟ الجمرة لأنه بتكون ليجون، تقرحات على سطح الجلد، لونها بكون أحمر وعلى أطرافها أسود زي الجمرة. أول ما تمسك الجمرة بالملقط انفخ عليها بالطيرو السكن اللي عليها بصير لونها أحمر وعلى الأطراف أسود، فعشان يسموها الجمرة. كلمة خبيثة ليش؟ لأنها قاتلة ومميتة. طبعا هذا المرض كان مشهور في أوروبا في القرون الوسطى، ينتقل عن طريق الحيوانات، اللي هو مرض الجمرة الخبيثة، منه بصيب الجلد، في منه بصيب الرئتين، في منه بصيب الجهاز الهضمي، يعني مراحل معينة. طبعا مرض قاتل بسبب بكتيريا الجمرة الخبيثة. في عندي زي ما شفتوا اللي تحتيها هنا بسموها flagellated rods. ايش flagellated rods؟ يعني خلايا بكتيرية على شكل عصوي وطالع منه اعضاء الحركة، بسموه locomotion organ. locomotion organ يعني الاعضاء اللي تقوم البكتيريا بواسطة الحركة فيها. وحكينا انه البكتيريا تتحرك بثلاث طرق، البكتيريا المتحركة الموتايل بكتيريا تتحرك بثلاث طرق، اما واشهرها طبعا بواسطة الفلاجيلا، الأصوات اللي مفردها فلاجيلم يعني الفلاجيلا، وهذه الحركة يجب أن تتم على أو في داخل وسط سائل، يبقى حركة البكتيريا في داخل وسط سائل، لا في وسط غازي بتطيرش الهواء بالهالجناحين، ولا في وسط صلب على الأسفلت، وإنما في وسط سائل، هذه اللي تتحرك بواسطة الفلاجيلا. الحركة الثانية بواسطة إيش؟ بواسطة الأكسل فيلمنت أو الخيوط المحورية، وحنتكلم عنها.
الحاجة الثالثة تتحرك عن طريق الجلايدنج أو الانزلاق، بتفرز مادة لزجة تنزلق من مكان إلى آخر على السطوح الصلبة. لكن في هذه الحالة اللي قدامنا هذه البكتيريا بسموها فلاجيليتد رودز، فلاجيليتد رودز يعني عصيات خلايا بكتيرية شكلها عصوي لكن تمتلك فلاجيلا، تمتلك فلاجيلا يعني متحركة. مثال عليها زي السالمونيلا تايفي، بكتيريا السالمونيلا تايفي اللي بتسبب مرض التيفويد، تيفويد فيفر، حمى التيفويد. المثال اللي تحتيه تكلمنا على السبور فورمينج بكتيريا، البكتيريا المنتجة للإندوسبور، وقلنا البكتيريا المنتجة للإندوسبور تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة كبيرة جدا 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 لا تنتج الإندوسبور الأبواق في حال تعرضها للظروف البيئية الصعبة الانفافورابل كونديشنز، لكن هناك مجموعة صغيرة بتكون خلاياها أو بكتيريا أو أنواعها بتكون الاندوسبور في حال تعرضها للظروف البيئية الصعبة اللي سميناها الأبواق أو الجراثيم. وبتكون هذه الأبواق أو الجراثيم إما طرفية إما مركزية إما شبه طرفية، بتكون حجمها يساوي حجم أو قطر الخلية البكتيرية أو أكبر إلى آخره، وتكلمنا عن البوزيشن تبعها. عندي في سبور فورمينج، سبور فورمر يعني المنتجة للأبواق، مثال عليها كلوستريديوم بوتولونيوم، كلوستريديوم بوتولونيوم هذه البكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتولونيوم، كلوستريديوم بوتولونيوم تسبب مرض البوتيوليزم. البوتيوليزم ايش يعني؟ تسمم الغذائي البوتيولوني. هذه البكتيريا من خصائصها يا جماعة انها بكتيريا اولا سبور فورمينج، ثانيا بسيلاي، ثالثا ان ايروبيك. ايش ان ايروبيك؟ يعني لا هوائية، بالعكس هي اوبليجيت ان ايروبيك يعني لا هوائية اجبارية، يعني تنمو في عدم وجود الهواء، يعني تنمو في عدم وجود الاكسجين، يعني الاكسجين بموتها بقتلها، لازم عشان تنمو في جو او في بيئة ما فيش فيها اكسجين. فعشان هيك هم بيعملوا المعلبات بروحوا بيدخلوها عفوا بيدخلوها في افران، هذا الفرن بيرفع درجة الحرارة إلى درجة حرارة 121 درجة مئوية ولمدة 15 دقيقة تحت ضغط 15 باوند لكل إنش تربيع. هذه الدرجات القياسية كفيلة بقتل الخلايا البكتيرية الخضرية وقتل الخلايا البكتيرية المتجرثمة اللي هي الإندوسبور وباقي الكائنات الحية. عشان هي خاطر انه البكتيريا لما يصير يعلبوا المعلبات زي علب الفول وعلب اللحمة وعلب البندورة والصلصة والى اخره، لما يعلبوا المعلبات ما تكونش هذه البكتيريا موجودة في داخلها، لانه لو كانت ضايلة في داخلها هتنمو في عدم وجود الاكسجين في قاع العلبة، ونموها في قاع العلبة يعني هتتكاثر، هيزداد عددها، يعني هيزداد استهلاكها للمادة الغذائية المخزنة، يعني هتزيد في عملية انتاج الغاز، هي تخمر المواد الغذائية تعمل فيرمنتيشن وإنتاج غاز، هذا الغاز بينتج في داخل المعلبات إذا كانت البكتيريا موجودة، هتنمو هتتغذى هيزداد عددها هتنتج غاز، هذا الغاز بيعمل ضغط على العلب من الداخل وبالتالي بتصير العلبة منفوخة. عشان هيك نصيحة، أي علبة تغير شكلها، علبة معدنية أو علبة بلاستيكية تغير شكلها أو تغير لو الانتفاخ تبعها الغطاء تبعها، هذه ابعدوا عنها. اي مكان في السوبر ماركت موجود هذه العلبة ما تاخدوهاش، لانه احتمال كبير جدا انه بكتيريا كلوستريديوم بوتولونيوم متواجدة جواتها ونمت في ظروف لا هوائية وخمرت المادة الغذائية الموجودة فيها وانتجت غاز، هذا الغاز ضغط على جدران العلبة من الداخل غير وشوه شكل العلبة، وبالتالي هذه العلبة بتكون ايه كبير جدا، احتمال كبير جدا يكون في هذه البكتيريا، وهذه البكتيريا تنتج سم بيولوجي هو الأخطر على سطح الكرة الأرضية بسموه البوتيولين توكسين. بوتيولين توكسين، بوتيولين توكسين من كلمة كلوستريديوم بوتولونيوم، من التسمم الغذاء البوتيولوني بهذا السموم. الكولوم الرابع، العمود الرابع على شكل سبايرال حلزوني، بنلاحظ انه شكلها ضمية، هي أول واحدة اللي هو فايبريو، فايبريو اللي باللون الأزرق فايبريو، مثال عليها فايبريو كوليرا، عندها صوت واحد وبولر فلاجيلا. إيش بسميها أنا في هذه الحالة؟ اللي ما يكون على طرف واحد، وش قلنا؟ في بيريتريكس وفي أنفيتريكس وفي إيش لوفوتريكس وفي
بولر فلاجيلا الى اخره. يبقى في عندها صوت واحد من هذه الاصوات موجود على الطرف تتحرك بواسطه الفايبريو كوليرا بسبب مرض الكوليرا. مرض الكوليرا حكينا قبل هيك انه هو ينتقل اورالي عن طريق الفم، لا ينتقل عن طريق الدم ولا ينتقل عن طريق التنفس، وانما هذه البكتيريا تنتقل عن طريق الغذاء او الشراب الملوثين بالبكتيريا الفايبريو كوليرا، فبتدخل وتصل للأمعاء بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الأمعاء، وبتعمل عملية سيفير دياريا إسهال شديد، وبتعمل فوميتنج إقياء، وبتعمل نقص في الشوارد، نقص في الإلكترولايتس. عشان هيك علاج الفايبريو كوليرا علاج أعراض وعلاج مضاد حيوي. علاج أعراض له تعريض أو تعويض، عفوا تعويض السوائل بسبب السوائل المفقودة في الجسم عن طريق تعويض الإلكترولايتس الأملاح والمية، ومن جانب آخر إعطاء مضادات حيوية، وهذه المضادات الحيوية موجودة ومتاحة. المثال الثاني اللي تحتيها على بكتيريا اسمها سبايريلا، حلزونية قليلة زي بكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوري. بنلاحظ انه هذه البكتيريا هيليكوباكتر بايلوري، هنتكلم عنها كمان شوي، انه تتواجد في احد الاطراف مجموعة كبيرة جدا من الاصوات على شكل حزمة بسموها تفت اوف فلاجيلا، يعني حزمة من الأصوات موجودة في أحد أقطاب الخلية البكتيرية. هذه البكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوري، أو بيختصروها بسموها أتش بايلوري، هي المسبب الأساسي للستومك ألسر، لقرحة المعدة. ستومك ألسر، قرحة المعدة. قبل عام 1986 كانوا العلماء يعتقدوا أن قرحة المعدة هي ناتجة عن حث الفيغاس نيرف اللي هو العصب الحائر أو العصب العاشر بسبب بعض الستيمولاي، مثلا التدخين، شرب القهوة، شرب الشاي، الاكثار من البهارات العصبية الزائدة، الزوجة النكدية. كانوا يعتقدوا أنه هذه الأسباب لقرحة المعدة، لكن بعد عام 1986 تبين أنه لا، اللي عندهم قرحة معدة عزلوا منها بكتيريا، لقوا أنه في بكتيريا داخلة اسمها هيليكوباكتر بايلوري وبتعيش في داخل المعدة بآلية معينة. ليش؟ احنا عارفين أنه المعدة فيها ستومك جويس، فيها العصارة المعدية، البي اتش تبعها، درجة الحموضة من 1 إلى 2، يعني عندها حموضة عالية جدا جدا جدا، تقتل العديد من البكتيريا ومن الكائنات الدقيقة. لكن هذه البكتيريا عندها قدرة، ايش بتعمل؟ بتروح بتحول اليوريا الى امونيا زائد CO2 زائد مية، بتحول الوسط اللي هي بتعيش فيه في داخل الميوكوزا اللي في جدار المعدة، بتحوله الى بيئة قاعدية، والبيئة القاعدية تتفاعل مع البيئة الحامضية تحت المعدة وبتكون ملح زائد قاعدة، وبالتالي بتعدل حموضة المعدة، فبالتالي هي بتتأثرش بحموضة المعدة. يبقى الهيليكوباكتر بايلوري مسببة للستومك ألسر لقرحة المعدة، وأيضا تستطيع أنها تعيش في داخل المعدة من خلال تفاعل، ومنتجات من هذا التفاعل تقوم بتعديل بي اتش المعدة، وبالتالي بصير قادرة على انها تعمل السمك ألسر قرحة المعدة. علاج قرحة المعدة على اكثر من مستوى، مستوى انه تعديل حموضة المعدة حتى ما يزيد تهالك القرحة بواسطة الـ HCL الموجود في المعدة، 2 اعطاء مضادات حيوية، 2 على شكل طبعا مضاد حيوي ومضاد حيوي اخر، 2 بيكون من المضادات الحيوية زائد اللي هو ادوية الحموضة، فهذا بسموه العلاج الثلاثي لقرحة المعدة. لو جينا نشوف مثلا اللي تحتيها، هنلاحظ انه بكتيريا سبايروكيس الحلزونية، ومثال عليها بكتيريا التريبونيما باليدم، التريبونيما باليدم اللي بتسبب مرض السفلس او مرض الزهري، مرض الزهري. كان في القرون الوسطى في اوروبا هذا المرض منتشر، وينتشر عن طريق الانتقال الجنسي sexual transmission من شخص الى اخر. هذه البكتيريا اول ما تم علاجها بواسطة البنسلين، كان اول اكتشاف للبنسلين كان له دور كبير جدا، وله دور في علاج بكتيريا التريبونيما باليدم المسببة لمرض السفلس. طيب
نكتفي بهذا القدر ونكمل معكم إن شاء الله المرة الجاية.